محطات غسيل باصات وسيارات تم تركيبها في شركة قوافل. هذه شركة قوافل للأتوبيسات. طبعا هذه الأتوبيسات واقفة، وهذه هنا هي المحطة حقت غسيل السيارات ضغط عالي، هنا مركبينها، وهذا الكمبرسور حقها، وهذا جهاز الرغوة اللي فيها، وهذه المحطة حقت في شركة قوافل في داخل المغسلة حقتهم. طبعا احنا هنا مركبين هذه البكرات حقت الضغط العالي بالمسدس، مركبين 6 بكرات تقريبا. الوسخ هو بيطلع. نفس اللحظة النظافة. طبعا هنا التدريب في شركة قوافل على كيف ينظف الدعاسات حقت السيارة. لازم يكون نازل كده عشان اشوف. يلا شوف كيف الوسخ. شوف لازم تميلها كده، تكون شاده الفتحه يسحب لك كل الوسخ. شوف الطين كيف يخرج. يلا اسحب 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 اسحب. طبعا دي مش اقل من 5 6 سنين ما نظفتوها. شوف من يوم ما اشترت سياره لاخر ما نظفتها. الجديد حق البخار الميني سوبر كلين، راكب هنا في سيارة عميل. هذا جهاز صغير ولكن قوة ضغطه عالية، وهذا الخزان اللي احنا عاملينه. الجهاز كده الان شغال، نضغط الزر ده حق التشغيل، وده اللي يشغل الحراك. في الاول بتضغط ده، وبعد كده بتشغل حق الحراك، تفتح الموية، هياخد 3 دقائق يطلع الضغط الين 8 بار. اطلع ضغط 8 بار تبدا تشتغل به. طبعا هنا بتعبي الديزل، وهذا اللي موصل له مباشره. مركبين خزان احنا هنا 200. شغل الجهاز هذا المسدس البخار لوريكم الكميه اللي ممكن تخرج. في الاول حيخرج مويه عاديه. الان بيعطينا، في الاول ادانا مويه لانه بس المويه البارده اللي في الليل. الان والان امسح بتعمل 50 سنتي في 50 سنتي. ثاني مره 50 سنتي. البخار اللي بتخرج كميه بخار رهيبه. احنا حاطينه الان على الرطب. ليش حاطينه على الرطب؟ لانه السياره فيها طين. ممكن نحوله على نص رطب ونحوله على الجاب. اخر شيء بيمسح. الان ممكن تستخدم حتى في تنظيف المكنه. انا حوريك كميه البخار اللي بتخرج. كمية بخار رهيبة من جهاز صغير ايطالي، هذا سوبر كلين اس، جهاز صغير ولكن ما شاء الله امكاناته عالية. كمية البخار؟ كمية البخار ممكن توصل لارتفاع حتى 7 متر. خلينا نشوف كده الفوق. زي نفوس. شفت كيف؟